مشاهدينا نتابع في نشرتنا الآن أخبار الاقتصاد. نعم، تنضم إلينا فيها الزميلة ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكرا لكم رجائي ونهى، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. انطلقت بالقاهرة الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير القوى العاملة، أكد الرئيس السيسي أن مصر مستمرة في تعزيز دورها القومي وداعمة لكل قضايا الأمة العربية، وذلك من أجل الاستقرار والتنمية، لافتا إلى أن التحديات الراهنة تستدعي من الأمة العربية إعطاء العمل العربي المشترك أولوية لتحقيق التكامل الاقتصادي. كما أوضح الوزير في كلمة مصر التطلع إلى خروج المؤتمر بتوصيات تعزز من مبادئ الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة وتواكب تحديات سوق العمل العربي والدولي. وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري، وجه عدد من أعضاء اتحادات العمال والنقابات العربية الشكر لمصر حكومة وشعبا على دعمها الدائم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن جميع قضايا العمال مطروحة أمام المؤتمر لتحسن بيئة العمل العربي المشترك. نوجه التحية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وإلى شعب مصر المضياف الكريم، أرض الكنانة، الرئة التي يتنفس منها الشعب الفلسطيني، وهي حامية، إن مصر هي حامية كل القضايا الفلسطينية، وهي التي كانت حريصة دائما على وحدة الشعب الفلسطيني وعلى تحرير فلسطين. مؤتمر العمل العربي يعقد سنويا من أجل مناقشة ما يطرحه أطراف الإنتاج الثلاث، إن كان حكومات أو أصحاب عمل وعمال. هذه النقاشات تطرح من أجل موائمة معايير العمل الدولية مع معايير العمل العربية، وضع استراتيجيات. أهم النقاط التي سيتم مناقشتها في هذا المؤتمر إن شاء الله واقع العمل والعمال في الوطن العربي، والتحديات التي يواجهها سوق العمل وكيفية التغلب عليها، والتطلع للمستقبل إن شاء الله في ظل ظروف راهنة، ظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم. ونعتقد أن المؤتمر سيتخذ قرارات جريئة في هذا المجال لما فيه مصلحة العمل والعمال في الوطن العربي. نشارك بفعالية في هذا المؤتمر الذي يعقد في أرض الكنانة كعادته كل عام، والأمور التي تطرح يعني قضايا العمالة والتشغيل والعلاقات البينية والحوار الاجتماعي والعمالة المهاجرة ومسألة التعليم التقني والمهني، كل هذه القضايا، قضايا الضمان الاجتماعي والتأمينات، كل هذه الأمور في الحقيقة هي يعني الهموم التي تشغل بل معظم دولنا ونعاني منها كأطراف إنتاج عمال وأصحاب عمل وحكومات. في إطار استضافة مصر ممثلة في البنك المركزي للاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تعقد بمدينة شرم الشيخ، بدأت مصر اليوم أولى فعالياتها في المؤتمر، حيث نظمت ندوة بعنوان حشد التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة. ورامي محمد مراسل التلفزيون المصري في شرم الشيخ يطلعنا على المزيد. تحياتي لكم ولكل متابعينا من داخل مركز المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، حيث الاستعدادات النهائية واللمسات الأخيرة لانطلاق فعاليات وجلسات الاجتماع السنوي 58 لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية والتاسع 49 لمحافظي هذه البنوك. نتحدث عن اجتماع يأتي خلال الفترة من 22 وحتى 26 من مايو الجاري، ويحمل عنوان عريض وكبير به العديد من الفرص تحت عنوان حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر
لإفريقيا. هذا العنوان العريض جاء من خلاله العديد من الموائد المستديرة والندوات، وأيضا هناك العديد من الورش. وفي مستهل يوم الاستعدادات كان هناك مؤتمر صحفي لرئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية السيد أكينومي أديسينا. تحدث خلال هذا المؤتمر حول العديد من الفعاليات والجلسات على هامش الاجتماع السنوي. تحدث عن المائدة المستديرة الخاصة بمنتدى إفريقيا للاستثمار، وهذه المائدة التي تعمل على طرح العديد من فرص التنمية والاستثمار في إفريقيا، وأيضا جذب المستثمرين والتنمويين خاصة في مجال الاقتصاد الأخضر والتغير المناخي. أما أيضا على المستوى هامش هذا الاجتماع هناك العديد من الفعاليات الأخرى خاصة بإدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية بعد تحديد أيام سوق التي يطرح من خلالها العديد من المشاريع التنموية بالبندان الإفريقية. هذه الأيام التي تم تخصيصها خلال 8 وحتى 10 من نوفمبر المقبل بدولة المغرب لطرح الكثير من الفرص أمام المستثمرين في البلدان الإفريقية، تحديدا في التنمية المستدامة وأيضا التغير المناخي والاقتصاد الأخضر. هناك العديد من الفعاليات على هامش هذا الاجتماع الذي يطرح الكثير من الفرص أمام المستثمرين، ويدعو بشكل كبير القطاع الخاص في إفريقيا لتفعيل دور أكبر من خلال التنمية المستدامة. وإذا تحدثنا عن المشاركة الكبيرة في هذا الاجتماع بأكثر من 81 دولة من خلال ممثلين سواء من القادة ووزراء المالية وأيضا محافظي بنوك هذه البلدان الأعضاء والمشاركة من ضمن مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وأيضا لو تحدثنا عن الحضور الكبير سواء من المستثمرين والتنمويين ومن يهتم بمجال الاقتصاد الأخضر والتغير المناخي، نتحدث عن أكثر من 4000 مشارك خلال فعاليات هذا الاجتماع سواء من خلال الجلسات الرئيسية والفعاليات الرئيسية أو أيضا من خلال الموائد المستديرة التي تطرح الكثير من فرص الاستثمار في إفريقيا في أكثر من مجال التغير المناخي والاقتصاد الأخضر والعديد من المجالات التنموية الخاصة بالقارة الإفريقية، وأيضا من خلال أيام السوق الذي تم تحديد الانطلاق له في دولة المغرب خلال نوفمبر المقبل. هذه هي الاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات وجلسات الاجتماع السنوي 58 لمجموعة بنك إفريقيا للتنمية. هذا هو المشهد وإليكم الكلمة. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير سوق الغاز للربع الثاني من عام 2023 الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، والذي توقع أن يظل الطلب العالمي على الغاز ثابتا على نطاق واسع في عام 2023. كما توقع التقرير زيادة المعروض العالمي للغاز الطبيعي المسال بنسبة تصل إلى 4% في عام 2023، يأتي أكثر من نصفها من الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف التقرير أن هذه الزيادة لا تعد كافية لتعويض الانخفاض المتوقع لإمدادات الغاز عبر الأنابيب الروسية إلى أوروبا، بما يتسبب في تجدد توترات السوق وتقلبات الأسعار. أعلنت وزارة الزراعة أنه تم الإفراج عن 225 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 102 مليون دولار خلال الفترة من 12 حتى 18 من شهر مايو الجاري. وأضافت الوزارة أن الإفراج شمل 185 ألف طن من الذرة بحوالي 66 مليون دولار وحوالي 40 ألف طن من فول الصويا بقيمة تصل إلى 30 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 6 ملايين دولار. بذلك يصل إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 من شهر أكتوبر لعام 2022 حتى 18 من شهر مايو الجاري إلى 5 ملايين طن بإجمالي مبلغ 2.4 مليار دولار. صناعات جديدة تدخل القطاع الصناعي بمصر وتسعى دولة لضمها لقائمة الصناعات الاستراتيجية، ويأتي إنتاج الغازات على رأس تلك الصناعات بجنوب محافظة بورسعيد حيث تم افتتاح عدد من الكيانات الصناعية الواعدة. للمزيد نتابع مع حضراتكم.
المنطقة الصناعية جنوب محافظة بورسعيد كانت محور جولة المحافظ عادل الغضبان، وقد شملت عدداً من الكيانات الصناعية الكائنة بها مثل مصنع الغازات الذي يقوم بتغذية مستشفيات المحافظة، ومصنع البطاطين الذي يقوم بالتصدير لعدد من الدول من بينها إسبانيا والجزائر والمغرب. احنا المصنع أنشأ هنا سنة 2017 وابتدينا عمل جاد فعلا في 2018. كان في نشاط سابق قبل ده، وبعد كده رئيس مجلس الإدارة غير النشاط للبطاطين، والحمد لله تقريبا يعني في مجهود كويس عملنا طفرة مختلفة جدا كصناعة في مصر. وأعتقد أن مصر ليها تاريخ عريق في الصناعة، حاولنا نثبت ده والحمد لله أكدناه. محافظ بورسعيد أعلن عن قرب الانتهاء من إنشاء مصنع إنتاج الغازات بجنوب بورسعيد استعدادا لتشغيله وافتتاحه قريبا ضمن عدد من المنشآت الصناعية الجديدة. احنا حاليا دلوقتي داخل المنطقة الصناعية محافظة بورسعيد اللي فيها أكثر من 464 مصنع كلهم قطاع خاص. يعني بنشوف دلوقتي دي رسالة للعالم كله إن الدولة المصرية بتدعم القطاع الخاص. عندنا في المنطقة الصناعية 464 مصنع، النهاردة احنا موجودين في مصنع الغازات، ده مصنع استثمارات أجنبية. في أقل من سنتين شفنا الكيان ده الحمد لله طلع على وش الأرض النهاردة، وإن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله هنسعد بفتح هذا المصنع العظيم دوت كمصنع الغازات. يقام المصنع على مساحة 10,000 متر مربع لدعم القطاع الطبي والصناعي بالمحافظة، ولأول مرة تشهد بورسعيد هذا النوع من الصناعات، ويأتي ضمن الطفرة التحديثية بالمنطقة الصناعية للمساهمة في تحقيق أعلى مستوى اقتصادي بالمنطقة. مصنع إنتاج الغازات سيضخ إنتاجه من الأكسجين الطبي اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية، كما أنه سيساهم في الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية. ويضاف إلى ذلك أهمية منتجات المصنع من غازات النيتروجين والأرجون اللازمين للعديد من العمليات الإنتاجية، وخاصة في الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية. الحمد لله نسبة تشغيل 100%، المصانع كلها الحمد لله زي ما حضرتك شايف العمالة كثيفة، المنتجات بتغطي السوق المحلي وتصدير. احنا النهاردة في مصنع للمنسوجات، جميع الأشكال المنسوجات المنزلية، مصنع من المصانع الكبيرة عندنا في محافظة بورسعيد، مصنع أصلان بيغطي السوق المحلي، بيصدر لخمس أو ست دول، دول في الاتحاد الأوروبي، لأسبانيا، للجزائر، للمغرب، لأمريكا. احنا في صرح كبير من المنسوجات. فالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد تضمنت صناعات تعمل على دعم السوق المحلي وتوفير صناعة محلية مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، خطوة تبني عليها محافظة بورسعيد وتزيد عليها بالتأكيد على دعمها للمستثمر الجاد وتقديم التسهيلات له بما يسهم في التوسع في المشروعات الصناعية والاستمرار في النهضة بالمستوى الصناعي داخل المحافظة. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط وسط حذر حيال محادثات سقف الدين الأمريكي ومخاوف إزاء تعافي الطلب في الصين، وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 0.12% لتصل إلى 75.49 دولار للبرميل، كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 25% ليسجل 71.37 دولار، وهبطت أسعار المازوت عالميا بنسبة 16% لتصل إلى 2.34 دولار للتر، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.21% لتسجل إلى 2.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبيك بلس أن نقص الاستثمارات في قطاع النفط والغاز يمكن أن يسبب تقلبا في الأسواق على المدى الطويل ويعرض النمو للخطر. وأضاف الغيص أن العالم بحاجة إلى التركيز على تقليل الانبعاثات الضارة بدلا من استبدال شكل من الطاقة بآخر، مشددا على أن هناك حاجة لضخ استثمارات كبرى في كل قطاعات الطاقة.
انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى رجائي ونهى. شكرا جزيلا لك ميرنا.